الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. أكيد عندنا كلام كتير النهاردة عن النادي الأهلي وعن أخباره، ولكن في البداية عايزين طبعا نقول الحمد لله على السلامة الكابتن محمود الخطيب اللي رجع بعد رحلة علاج طبعا ناجحة الحمد لله، وإن شاء الله بإذن الله هيرجع وهيستأنف مهامه وشغله في النادي الأهلي عشان طبعا يحسم الصفقات الهامة، وكمان الأهم أكيد الملف الخاص بمدير كرة القدم القادم للنادي الأهلي المدير الفني. كمان طبعا في ملفات كتير جدا هيتم حسمها في الايام دي، وفي طبعا اجتهادات تانية كتير جدا وكلام تاني كتير جدا عن اسم المدير الفني وكمان عن اسامي الصفقات الجديده، لكن دايما خليكم معانا عشان تعرفوا كل حاجه بشكل رسمي. النهارده كمان الفريق بيواصل تدريباته المكثفه استعدادا لمواجهه الجونه، ودي المباراه المؤجله من الاسبوع السابع لبطوله الدوري المصري الممتاز. ان شاء الله باذن الله الفريق يحقق الفوز ويواصل تقدمه عشان يرجع لمكانه الطبيعي في صداره المسابقه. اكيد هنطمنكم عن كل حاجه بتخص اللاعبين وحاله اللعيبه المصابه عن طريق مراسلنا النهارده في ملعب مختار التتش، وكمان هنتكلم عن بطوله الدوري الممتاز والكوره العالميه وكل اخبار محترفينا في الخارج، وهنناقش الكلام ده واخبار تانيه كتير خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا النهارده استاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير تحرير الاهرام الرياضي، والبدايه دايما باهم واخر العناوين. اليوم اثنين الحسم بين الخطيب وعبد الحفيظ. الخطيب يبدأ دراسة الملفات الكروية بعد الرحلة العلاجية. الأهلي يستعد للجونة دون راحة. الأهلي يجدد عقد مؤمن زكريا 3 سنوات. محمد يوسف الشيخ لن يرحل أو يدخل في صفقات تبادلية. حسام عاشور يغيب عن الأهلي 15 يوم للإصابة. برنامج خاص في الأهلي لتجهيز صالح جمعة. ودلوقتي تعالوا مع بعض نشوف أهم الأخبار والكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرائد. الأهرام الفرنسي سباستيان دوسابر يطرق أبواب الأهلي بقوة، توقعات بظهور الخطيب في النادي اليوم لبحث ملفات قطاع الكرة واللاعبين الجدد. الأهرام تكليف عادل مصطفى بالسفر لإثيوبيا اليوم، وعاشور يلحق بمواجهة دوري أبطال أفريقيا. يوسف الشيخ لن يرحل أو يدخل في صفقات تبادلية، وعلاء ونسبد مكاسب مواجهة بتروجيت. الجمهورية ضربات الخطيب تتوالى، يضم محمد محمود ويجدد لمؤمن وينتظر الخواجه. الشروق اليوم الاهلي يحسم مصير خليفه كارتيرون، دياز وكارينيو ودوراتي ابرز المرشحين. عادل عبد الرحمن يقترب من منصب المدرب العام. الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ لحسم جميع الملفات المعلقه وتقرير المدرب المقال في الحسابات. المساء بعد حسم نقطه الخلاف، دياز في الاهلي بجهاز محلي. الأخبار، الأهلي يودع نوفمبر الحزين بالفوز على بتروجيت. يوسف يهاجم السوشيال ميديا وإصابة عاشور بجزع والتواء في الكاحل. المصري اليوم عودة الروح، الأهلي يفرج عن مستحقات اللاعبين والإعلان عن المدير الفني اليوم. الأخبار المساء، الأهلي يجهز، الفريق يستعد للجونة دون راحة وسلسلة اجتماعات للخطيب. نروح معاك كل تفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الجرايد، وهنبتدي مع الاهرام اللي قالت ان وضعت اداره النادي الاهلي خطتها الكامله لترميم صفوف الفريق الاول لكره القدم خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير المقبل لاستعاده منصات التتويج، وخاصه دوري ابطال افريقيا الذي بات حلم مجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره. ويظهر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اليوم في المقر الرئيسي في الجزيره بعد عودته مساء امس من هانوفر الالمانيه بعد اجراءه للجراحه زالة ورم على الحبل الشوكي، ويعقد العديد من الاجتماعات للإعلان عن التشكيل الكامل لقطاع الكورة بعد فترة من المداولات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، بجانب عودة حسام غالي ومحمد فضل بشكل رسمي لأداء مهام العمل. ورغم كل التوقعات التي تشير لحسم اسم المدرب، لا تزال الأمور غامضة حتى الآن، وإن كان على عكس كل ما هو متوقع فإن الفرنسي سباستيان دوسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا الحالي والإسماعيلي السابق هو الأقرب لقيادة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، خصوصا وأن هناك مفاوضات مكثفة تم إجراءها معه في الساعات الماضية.
لسه مكملين اخبار النادي الاهلي من الاهرام، اللي قال برضو انه بيغادر عادل مصطفى مدرب الفريق مطار القاهره اليوم في طريقه للعاصمه الاثيوبيه اديس ابابا لحضوره لمباراه اياب دور 64 في دوري ابطال افريقيا واللي بتجمع جيما الاثيوبي والتليكوم الجيبوتي. ومن المقرر ان يواجه النادي الاهلي الفائز من الفريقين في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. تم اعفاء النادي الاهلي من الدور التمهيدي بسبب تاهله لنهائي النسخه الاخيره امام الترجي. حقق جيما الاثيوبي فوز كبير في مواجهه الذهاب واللي اقيمت في جيبوتي على تليكوم 3-1، فيما تقام مواجهه الاياب غدا. ومن المقرر ان يكتب عادل مصطفى تقرير كامل عن المواجهه لتسليمها للجهاز الفني للنادي الاهلي. كمان الجمهورية قالت بيترقب الجميع داخل القلعة الحمراء تواجد الخطيب داخل مقر النادي اليوم تمهيدا للكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفريق، علما بأن تقديمه رسميا لوسائل الإعلام هيكون اليوم أو غدا على أقصى تقدير. في نفس الوقت بينتظر أن يحصل عدد من اللاعبين الاحتياطيين بالفريق على فرصة خلال المباريات المؤجلة التي يخوضها النادي الأهلي في ديسمبر الحالي، وذلك للحكم النهائي على بعضهم ودراسة الاستفادة من بعض العناصر بعد المستوى الجيد نسبيا اللي ظهر به أحمد الشيخ وأحمد علاء في مباراة بتروجيت، وهو ما قد يغير خريطة ميركاتو الشتاء في النادي الأهلي نسبيا بالإبقاء على عناصر كانت في طريقها للرحيل عن الفريق. كمان المسا قالت إن الجريدة أو قالت إن الأرجنتيني رامون دياز اقترب من قيادة نادي الأهلي بعد ما إدارة النادي الأهلي اتفقت معاه على أن يقود الفريق لحد نهاية الموسم الحالي بجهاز معاون مصري، ومن بداية الموسم القادم يتم الاستعانة بجهاز أرجنتيني كامل مع المدير الفني. وده طبعا كلام جريدة المسا، وما فيش طبعا أي تأكيد للكلام ده حتى يتم الإعلان الرسمي من مجلس إدارة النادي الأهلي لاسم المدير الفني الجديد. وكل اللي بيكتب دلوقتي في الجرايد أو في وسائل الإعلام المختلفة هي مجرد اجتهادات. كمان الأخبار قالت أن أبدى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي استياءه الشديد مما يحدث في الفترة الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي، على صفحات الأهلوية كمان مواقع السوشيال ميديا اللي وصفها بأنها بتضر الفريق بسبب هجومها المتواصل على اللعيبة. وقال كمان أن هم بيعملوا بيقوموا بتدمير الفريق ومحاولة دي كبيرة جدا عشان يأثروا على ثقة الفريق في نفسه. عن لقاء بتروجيت اتكلم طبعا ان اللقاء ده كان في ظروف صعبه وانه تعامل مع اللعيبه نفسيا قبل اللقاء عشان حاول كمان ان هو يجدد من دماء الفريق بعناصر جديده، اهم اسلحته طبعا كمدرب في الفتره الاخيره دي ان هو يجدد من دماء الفريق. وقال كمان ان مشوار الدوري لسه طويل، وقال ان عدم فقدان الامل في الحصول على اللقب في نهايه الموسم ده اهم حاجه. ده كان أهم الكلام اللي اتقال في الجرايد. تعالوا مع بعض نشوف أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الأهلي يجدد عقد مؤمن زكريا 3 سنوات. الخطيب يبدأ اليوم دراسة ملفات الأهلي الكروية بعد الرحلة العلاجية. يورو سبورت عربية 2 الحسم بين محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ. الشروق اليوم الخطيب يحسم ملف الصفقات الشتوية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي عمرو جمال لم وقع لأي نادي والأولوية دايما للأهلي. في مصر اليوم رباعي الأهلي واصل برامج التأهيل والاستشفاء. الوفد الأهلي يعلن جاهزية الشيخ وإكرامي للجونة. بوابة الأهرام حسام عاشور يغيب عن الأهلي 15 يوم للإصابة. بوابة أخبار اليوم العرضيات أو العرضيات سلاح الأهلي أمام الجونة. سوبر كورة برنامج خاص في الأهلي لتجهيز صالح جمعة. نشوف معاكم تفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي كتب أن مؤمن زكريا جدد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنين. ده جه طبعا بعد جلسة عقدها النهاردة سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكورة، واللي أكد على تقديره لمؤمن ورغبته في استمراره ضمن صفوف النادي الأهلي، لا سيما أنه من اللعيبة المتميزة داخل صفوف القلعة الحمراء.
كمان اليوم السابع قال ان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هيعمل عده جلسات في مقر النادي الاهلي في الجزيره النهارده عشان يحسم العديد من الملفات بعد رجوعه من المانيا امبارح. اجرى طبعا كابتن محمود الخطيب جراحه لاستئصال ورم في الرقبه كان بيضغط على الحبل الشوكي وده كان بيسبب الام في العمود الفقري، وادى الخطيب المرحله الاولى من العلاج الطبيعي في المانيا بعد الجراحه على طول، وهينفذ ان شاء الله المرحله الثانيه بعد رجوعه لمصر. وبينتظر كابتن محمود الخطيب عده ملفات هامه بعد ما رجع للقاهره، اكيد ابرزها الاعلان عن المدرب الجديد والصفقات اللي بيسعى النادي الاهلي ان هو يحسمها، بجانب طبعا تشكيل قطاع الكوره. ومن المقرر ان يجتمع كابتن محمود الخطيب بسيد عبد الحفيظ القائم باعمال مدير الكوره والمكلف باعاده هيكله قطاع الكوره، وبرده هيكون معاهم كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت ومسؤولين اخرين في النادي عشان يناقشوا عده ملفات رياضيه واداريه وكرويه. كمان يورو سبورت برضه اهتم ونشر عن نفس الموضوع وهو رجوع كابتن محمود الخطيب للنادي الاهلي، وكتب يورو سبورت عربيا ان رئيس النادي الاهلي بيناقش مع سيد عبد الحفيظ العديد من الملفات اللي بتخص فريق الكوره واللي بتيجي طبعا على راسها الهيكله اللي هيعملها كابتن عبد الحفيظ او فعلا قام باعدادها كابتن عبد الحفيظ خلال الفتره اللي فاتت بعد ما تم تكليفه بمتابعه قطاع الكوره وكتابه تقارير مفصله عن قطاع الكوره عشان يتم هيكله القطاع ده فنيا واداريا. وده اللي فعلا عمله كابتن سيد عبد الحفيظ المدير الحالي لفريق الكوره في النادي الاهلي. الهيكله قد تشهد بعض المفاجآت في التعيينات اللي اقترحها عبد الحفيظ حال اعتمادها من كابتن محمود الخطيب وموافقته عليها. اعتمد سيد عبد الحفيظ في اختياراته على نجوم النادي الاهلي الشباب المعتزلين في السنين الاخيره، وبيناقش بيبو مع سيد عبد الحفيظ كمان ملف المدير الفني الاجنبي الجديد للفريق، وهيحسم ان شاء الله اختياره ما بين الثنائي الارجنتيني رامون دياز والارجواياني جوزي كارينيو واللي بيتصدروا الترشيحات بجانب بعض المدربين الاخرين من أوروبا، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن اسم المدرب في 48 ساعة على أقصى تقدير. برضو موقع الشروق اهتم برجوع كابتن محمود الخطيب وكتب بيحسن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي النهارده مساله المفاوضات مع نادي انبي والمقاولين العرب للانتهاء من التعاقد مع حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق البترولي وطاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولين العرب، وان بيبو بيخوض المفاوضات دي بنفسه على امل ان هو يتمها بنفسه. كمان قالت الشروق ان مسؤولين النادي الاهلي هيعلنوا خلال ساعات عن انضمام محمود وحيد لاعب مصر المقصة بعد سلسلة من المفاوضات ما بين إدارة الناديين خلال الفترة اللي فاتت. كمان تم اقتراح داخل النادي بالتعاقد مع المهاجم الغاني جون أنتوي وإعادته مرة تانية لصفوف النادي الأهلي في ظل الرغبة في التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز في فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية. نرجع تاني للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان عمرو جمال مهاجم الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي نفى توقيعه لاي نادي تاني خلال الفتره اللي فاتت، واكد ان هو لسه مرتبط بالتعاقد مع النادي الاهلي وما يحقش ليه التفاوض مع اي نادي تاني من غير علم النادي الاهلي، وقال ان في جلسه مع مسؤولين النادي الاهلي في نهايه الشهر الجاري عشان يحسم مصيره سواء بالاستمرار والقيد في يناير، وطبعا ده بالنسبه له هو اولوياته او ان هو يخوض تجربه احتراف جديده. وقال كمان ان في اولويه وهي النادي الاهلي بكل تاكيد، وفي حاله وجود رغبه في استمراري وما دون ذلك فسيكون تفكيري في خوض تجربه الاحتراف. طبعا عمرو جمال ضمن قائمه الانتظار للنادي الاهلي في الموسم الحالي في ظل عدم قيده بقائمه الفريق مع بدايه الموسم. كمان المصري اليوم قال ان احمد فتحي وجونيور اجايي ومحمد الشناوي وعلي معلول الرباعي المصاب خاضوا تدريبات التاهيل واللي استشفى على هامش التمرين الصباحي للفريق اللي اقيم النهارده الصبح على ملعب التتش في الجزيره. ادى فتحي جانب من تدريبات الجري حوالين الملعب وجلسه اشفائيه في الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وادى الثنائي محمد الشناوي جونيور اجايي تدريبات الجري حوالين الملعب في اطار البرنامج التاهيلي الخاص بهم. وكمان خاض علي معلول تدريبات بدنية وعلاجية للتخلص من مزق في العضلة الضمة.
نروح لموقع الوفد اللي قال ان خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي قال ان الثنائي احمد الشيخ وشريف اكرامي هيكونوا جاهزين لمواجهه الجونه مساء يوم الاربعاء القادم. وقال طبيب الفريق ان الشيخ تعافى من الاجهاد في العضله الخلفيه وشارك في تمرين اليوم الاثنين بشكل طبيعي ولن يكون هناك ما يستوجب ان هو. وقال كمان طبيب الفريق ان اكرامي اشتكى من كدمه في صباع اليد ولكنه سيكون جاهز للمشاركه في مران النادي الاهلي غدا يوم الثلاث بشكل طبيعي وهيكون ان شاء الله جاهز لمواجهه الجونه. نروح لبوابة الأهرام اللي برضو قالت ان دكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي اتكلم عن الاشعة اللي خضع ليها حسام عاشور قائد الفريق الاحمر واللي اثبتت اصابته بجزع في مفصل الكاحل. وقال طبيب النادي الاهلي ان عاشور هيغيب عن الفريق لمدة 15 يوم وهيأدي برنامج تأهيلي للتعافي من الاصابة. عاشور ساب طبعا مباراة النادي الاهلي قصاد بتروجيت في الدقيقة 42 بعد ما تعرض للاصابة ونزل مكانه عمرو السولية. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قاد لعيبة الفريق للتدريب على الكرات العرضية شارك في التمرين لعيبة الفريق وحرص يوسف على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية مع التدريب على الكرات العرضية. كمان سوبر كورة قالت ان الجهاز الفني للنادي الاهلي حط برنامج خاص لتجهيز صالح جمعة صانع العاب الفريق بيتضمن انقاص وزنه واعداده بدنيا قبل ما ينتظم في التدريبات الجماعية وده تمهيدا لقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. بينضم لنا عبر الهاتف دلوقتي شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان موجود النهارده في تدريب النادي الأهلي الصباحي على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك.